وأما اجتماعهم الآن في فلسطين وما عندهم من القوة هذا ما هو من ذاتهم، إنما هو بالدول التي تساندهم من دول الكفر تساندهم لأجل الإضرار بالمسلمين. ولكن لهم موعد ينتظرهم كما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فسينهزمون ويقتلهم المسلمون شر قتله، حتى إن الذي يتوارى منهم وراء الحجر أو الشجر ينادي الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فلا يغرهم يعني تجمعهم، هذا ما هم من صالحه. لو بقوا متفرقين في العالم كان أحسن لهم وأبقى لهم، لكن الله حكيم عليم، جمعهم لحتفهم والقضاء عليهم